Hey. What is this cat doing? I swear, this is crazy. You know, I wanted to just say one story. I used to really cry about being homeless. That was, for some reason, something I was really, really, really scared of. But in Egypt, I got a little taste, and it turns out that it's not so bad, and it's not even the end of the story. So if you've been homeless or if you are homeless, it's like, it's not the end. In fact, it's just the beginning all the time. So look at this beautiful mosque. Look at this. Crazy. Okay. Thanks so much. Have an amazing day. An amazing existence. Okay, we're gonna try to go inside, inshallah. This is, looks like here's the entrance. Cute old man. Hang on, I gotta take my shoes off. Give me a second. So after you wash for prayer, you head into the masjid. See here. I don't know. Here. Inna? كام؟ ولا همك اللي انت ربنا قدرك عليك كم ولا سبحان الله حبيبي قول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا يزيدك يا رب وانت ويحرسك من كل شيء حبيبي تعال اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ خد اوكي تمام شكرا Look at this. It's beautiful. Wow, look at this, man. Amazing. This is crazy. What is going on over here? What is going on over here? Okay. You know, when I was in university, I had zero money, but I was able to go to Umrah, which is like the holy city of Mecca and Medina. This is pretty comparable in terms of like beauty and stuff. So let's see. You have like a ton of Qurans henna. This is where the guy would call like lead the prayer. You know, pray on this mat. And I don't know. I don't know what's up here. That's it. Amr ibn Al-As. This is his masjid. This is the masjid that I guess is built in his name because he's the one who brought Islam to Egypt. It was completely Christian before. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma ismak? Ana ism Ahmed Jamal. Jamal. Ahmed Jamal. Ahmed Jamal. Wa huwa Jamil. Allah khalik habib rabbana aziz. Jazakallah khair. Like, shuf. Masjid Amr. Masjid Sayyidina Amr ibn Al-As. Radiallahu anhu wa arda. Radiallahu anhu. Masjid Sayyidina Amr ibn Al-As. Radiallahu anhu wa arda. هو أول مسجد في مصر وإفريقيا. أول؟ أول مسجد في مصر وإفريقيا. ما شاء الله. بني سنة 20 هجري. سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. radiallahu anhu wa arda. هذا المسجد بني سنة 20 هجرية الموافق سنة 640 ميلادية من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات. بني هذا المسجد يعني هذا مساحة هذا المسجد 28500 متر. 28500 متر مربع. هذا المسجد بناه سيدنا عمرو بن العاص عندما جاء لفتح مصر
في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان خليفة وأمير المؤمنين آنذاك سيدنا عمر بن الخطاب. هذا المسجد له روحانيات عالية، وكان مع سيدنا عمر ما يقارب 80 صحابي، 80 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص هو ثاني رجل من روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا أبو هريرة. فهذا المسجد مبارك وبه روحانية عالية، ووطأت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فهذا المكان طبعا حاليا به ترميمات وصيانة تقوم به شركة عثمان أحمد عثمان، شركة المقاولين العرب، وإن شاء الله بإذن الله الانتهاء منها خلال عام إن شاء الله الرحمن الرحيم بإذن الله. وأنا عايز أعرف عيسى بن مريم، سيدنا عيسى بن مريم، سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، هو يعني أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، وأرسله بالإنجيل، أرسل معه الإنجيل، توراة، إنجيل، التوراة، زبور، التوراة، هم موسى، التوراة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليمات. فكما نؤمن بموسى نؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام، لا نفرق بين أحد منهم. يعني لو أمنا بجميع الأنبياء ولم نؤمن بنبي منهم فهذا إيمان ناقص، الإيمان ناقص. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فسيدنا عيسى بن مريم ولد بغير أم، وتكلم في المهد حينما قال لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أمرها الله تبارك وتعالى عندما تأتي قومها تكون صائمة عن الكلام، حيث ينطق سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في المهد، فأشارت إليه أي إلى سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، يعني لسه طفل، يعني إزاي ينطق. فنطق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، أي برا بوالدتي وهي مريم عليها السلام، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، أي يوم مولد السيد المسيح هو يوم سلام، وسلام علي يوم ولدت، والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قول الحق الذي فيه يمترون، أي يكذبون ويقولون أنه هو ابن الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وقرأها ورش هكذا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه تمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. فإذا قضى أمرا سبحانه وتعالى فإنما يقول له أن يكون، طبعا سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ندا ولا ولدا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسيدنا عيسى هو نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، ونؤمن به كما نؤمن بالأنبياء والرسل، ونصلي ونسلم على أنبياء الله ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا حبيبي. جزاكم الله خيرا حبيبي. جميل I told. جميل I told. So I'm just outside Masjid Amr ibn Al-As, and I spoke with the Imam there, and he gave me a Quran, and he gave me one of the wall hangings. This is like priceless, wallahi, priceless, priceless. Just want you to get the vibe of the location. So I'm gonna flip the camera. Over here you have one of the biggest churches in Masr, and here you have one of the biggest masjids. This is Masjid Amr ibn Al-As. All of Egypt was Christian, and then he brought Islam to Egypt. He's the one who opened Egypt.